سيادة اللواء، لو اتكلمنا عن بعض المحافظات وبعض المدن، يعني دايما في كل موجة طقس سيئة هذه المناطق بتتعرض لمشاكل كتير. التجمع الخامس زي ما الناس كتبت يعني على السوشيال ميديا كانت يعني غرقانة في شبر مية، عندنا مدينة نصر، مصر الجديدة، هذه المناطق يعني بيتم التعامل معها ازاي؟ في البداية طبعا احنا عايزين نقول انه مواجهة الكوارث بتتطلب قدر كبير من الحكمة ومن الاستعداد والجاهزية فيما قبل حدوث الكارثة. فالكوارث السيول لما بتحدث الحقيقة بيبقى في، او الامطار الغزيرة بيبقى في استعدادات مسبقة، ويمكن كانت مناطق التجمع الخامس وايضا منطقة مدينة نصر وشرق القاهرة كان في استعدادات فيها من حيث تجهيزات ومعدات كانت متواجدة قبل الحدث بحوالي 24 ساعة بشكل مستمر، وبالتالي الأطقم دي كانت جاهزة للتعامل مع الأمطار اللي سقطت على هذه المناطق. ده الحقيقة ما كانش بس في منطقة شرق مدينة نصر وشرق القاهرة والمناطق التجمع الخامس والقاهرة الجديدة ومصر الجديدة فقط، وإنما كان في باقي مناطق محافظة القاهرة والجيزة والقاهرة الكبرى بالإضافة لباقي محافظات الجمهورية. إلا أنه الهطول المطري على هذه المنطقة، منطقة شرق القاهرة، كان أكثر كثافة من المتوقع، وبالتالي حدث تجمعات مياه كبيرة، بالإضافة أن بعض المشروعات كانت بتقام في منطقة شارع النصر، وبالتالي حدث تكدس مروري هو ده اللي سبب حالة من القلق شوية لدى بعض السادة المواطنين، أو تأخر في الوصول إلى المنازل نتيجة الكثافات المرورية اللي كانت موجودة. لكن أيضا الحقيقة وزارة الداخلية وإدارة المرور نجحت في أنها تعمل تحويلات مرورية تجاوزت بيها المشكلة دي، وقدرت أنها تتجاوز المنطقة اللي كان فيها كثافات مرورية. هنا الحقيقة تضافر وجهود تنسيق بين جهات الدولة بيبقى واجب رئيسي لقطاع الأزمات والكوارث، لأنه إحنا بيبقى لنا رؤية تكاملية مع باقي مؤسسات الدولة فيما يتعلق بنقل المعلومات عن المشاكل التي تواجهها بعض المناطق، وبالتالي يتم نقلها إلى باقي الوزارات لتحقيق التنسيق والتكامل بين وزارات الدولة في مواجهة الكارثة.